أدت جموع المصلين اليوم صلاة الجمعة بالمسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيأتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث شهد المسجد الحرام منذ ساعات الصباح الأولى تدفق أعداد المصلين من حجاج بيت الله الحرام بكثافة عالية. وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كافة خدماتها النوعية لحجاج بيت الله الحرام من غسيل وتطهير وتعقيم المسجد الحرام وجنباته، وزادت مختلف القطاعات الحكومية العاملة في الحج في المدينة المنورة من حجم الترتيبات والخدمات التي هيأتها لاستقبال هذه الأعداد الغفيرة من ضيوف الرحمن، بتوجيه من أمير المنطقة رئيس لجنة الحج في المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك